الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزى الله خيرا الإخوة القائمين على أمر هذه الحلقة والمتحدثين في هذه الحلقة الذين يبلغون للناس الحق ويبينون لهم الصراط المستقيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هداية للناس. وكثير من الناس يتحير ويتعجب إنه ليه دعوتكم كلها في الكلام في هذا الباب والكلام في الناس، وإنتوا ليه طوال بتفرقوا الناس، وكأنه نحن يعني ما عاجبنا إنه الواحد يسوي له طريقة ويأكل من وراه. تقال الطرق دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن دكاكين دكان. يعني أنا ما يعني لو هو أصلا الموضوع أكل لأموال الناس وعدم نصيحة للمسلمين، ما حاجة سهلة. بعمل لي شاي هنا 5 يوم في المحلة دي، شاي 5 يوم، وبجيب جريدة الدار، فهمت؟ والغنى بتاعتهم درمان بتاعت حسين خوجلي، والناس بيجوا هنا وأربعة أسابيع 5 أسابيع ممكن يبقوني ولي وأقول أنا جدي الرسول. أصو أي طريقة طوالي عشان تغش المسلمين، تنتسب كذبا وزورا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم أي واحد يقول لك نحن جدنا الرسول، عشان يسوي شنو؟ عشان يأكل مالك أنت. بعد ذاك بتبقى عنده طريقة وبيبقى عندها فروع، فهمت؟ وبعد ذاك الصرافات بتاعتي بتبقى شغالة والشوالات مليانة، وأنت مسكين شغال في السوق بعرقك، نهاية اليوم تجي تديني تدفع البياض عشان أديك كوم بتاع هوا عديلة، وما في أي عديلة، أنا شلت من رزقك بتاع اليوم. فالموضوع هين لو هو الموضوع كده، لكن الموضوع نصيحة للناس. ده دين، تقال لك بنجامل فوقه، ده دين ربنا يوم القيامة بيسألك، وهنا انت بتغالط ساكت وبتكوري، ممكن تعمل فوقه بالضارب وبالشاكل، وده نحن الحمد لله جاهزين له، لكن بتكوري وبتدافع عن شيخك، وده يوم القيامة ما بحلك. عشان كده التوحيد ده حق ربنا، زي ما وراك الإخوة من قبل، النبي عليه الصلاة والسلام كلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه، قال: أو تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ده حق جوا عينك تجيبه، ده حق الله جوا عينك تجيبه، لأنه ربنا خلقك عشان الحق ده. تقال ربنا خلقنا ليه؟ ربنا خلقك عشان تجيب الحق ده، إنه تصرف العبادات لله وحده وما تشرك مع الله بني آدم تاني أو مخلوق تاني. ده حق الله من أجله خلقك، تجيبه جوا عينك، ده حق واجب عليك، فهمت؟ والحق ده دل على ثبوته الكتاب والسنة، ويدل على ذلك الفطرة والعقل والتفكر في مخلوقات الله، كما بيّن لك الإخوة من قبل، بيّنوا لك كلام بأدلة. تلما نتكلم لك عن الخلق، إنه ربنا خلقنا، وانظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نبتت من حبة وكيف صارت شجرة. تقال الموضوع ده أنا دار أشرح لك العربي بتاع رابعة، أنا دار أوريك إنه الخلق دي ده مستحق للعبادة. واحد تلقاه يضرب في المنقة والجوافة ويمشي ياكل عجور وتبش بالشطة، الخلق منو دل لك؟ ما في شك خلق الله. طيب ما تنادي غير الله، انت وهابية يا زول. وهابية بتاع شنو؟ التبشة دي شيخ خلق فيها حاجة؟ ضرب بوهية، البوهية الخضراء بأبيض، ضرب الشيخ؟ ما ضرب الشيخ. طيب انت بتصرف له العبادة ليه؟ عشان كده ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. سؤال: نعبد الله ليه؟ الذي خلقكم. ربنا خلقنا، انت لو جبت لي شيخ خلق لك بني آدم، انا بخلي الله وبمشي معاك للشيخ، او موضوع أدلة. انت ما تكورك ساكت، موضوع ما فنجرية، فنجرية ما بتنتهي. تعمل لي ممكن اعمل لك السيزات وحركة مسلحة، حركة مسلحة تبع ابتكة، وانا حركة مسلحة ضد ابتكة، نتكاتل كده لما تقوم القيامة، اعمل لنا سلام في الدوحة ولا اي محلة، ما بتتحلى. انت فاهم كلامي؟ ما بتتحلى، شغل بتاع شنبات وكواريك
وتجيب صواطير وعمل فوقها نقرس نقرس قدامك انا ما بتتحل كده الهوز ده، لكن تجيب ادله. ربنا خلى لنا القران، النبي عليه الصلاه والسلام قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. طيب يا البيتكوري، هل انت مقتنع انه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا الرسول كذاب؟ ما سؤال شان تتحلى. مقتنع انه حق نسمع كلام الله وكلام الرسول، ما مقتنع انه حق ما تقول وهابيه، لانه المشكله ما معانا نحن، المشكله انت مشكلتك مع القران. ربنا قال: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، نحن والقبالنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الواطة دي كلها حقت الله، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بتاكل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما تسوي لله عديل ونظير وشريك لله سبحانه وتعالى، تدعوه زي ما بتدعو الله، ليه؟ لأنه هو ما خلق مع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، آدم عليه السلام الله ولا دون الله؟ دون الله. نوح عليه السلام دون الله؟ إبراهيم عليه السلام دون الله؟ موسى عليه السلام دون الله؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون الله؟ الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، الله ولا دون الله؟ دون الله. البرعي، واحد تلقاه بيرجف أحسن من القلنام؟ المكاشي أحسن من القلنام؟ الله ولا دون الله؟ ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ما بيخلق ضبانة. ليه ربنا قال لك الكلام ده؟ عشان تعرف انه دي ما بشارك فوق الله مخلوق من المخلوقات. الله ما عنده شريك في الموضوع ده، ولو عنده شريك مش في واحد هنا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة كان فارج له حجباته كده، عشان تاني ما نجيك هنا، تاني ما بنجيك، والله تاني ما بنجيك. ربنا قال لك خليه يعملوا المثل الجاي ده في صورة الحج. الحج قريته ولا بتكورك ساكت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ضبانة واحدة ربنا قال ما بيخلقوها، ولو اجتمعوا له، عمل لهم اجتماع، فهمت؟ بقبة اللبنية وبضلع عن حديد وتورعفينة وما أعرف ليك جاية بالرايحة وكلهم، وعين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجد، كلهم ربنا قال لك، كلهم قال لك خليه يعملوا اجتماع، ونحن بندفع لك تمشي تعملوا في قاعة الصداقة، وندعو لك الغنوات كمان، فعليك القروش نحن، فهمت؟ نجيبوا لك مؤتمر عالمي جدا كبير، وتجي تخلق لنا ضبانة. ربنا قال: الأولياء بتاعينك ذل، أسألك الله شوف، عشان كده الواحد بيستحضر، يقول لك لا ما تتكلم في الشيخ، أنت عارف كورك ليه؟ لأنه شيخه ضبانة ما بيقدر عليها، ما بيقدر عليها، بيقدر؟ خليه يعملها، خليه يعملها، بيقدر؟ خليه يخلقها. ربنا قال: الضبانة كثيرة على الشيخ، برعي، صايم ديما، مكاشفي، ركيري، ربنا قال: الضبانة كثيرة عليهم. ربنا قال: وإن يسلبهم، الضبانة بتختف، يسلبهم أنت قال معناها شنو؟ معناها قلع وأخذ من غير إذن، الضبانة بتجي لأكل أبوك الشيخ، وداك تلقاه زول كبير غليظ، زول تلقاه لو خطيته في الميزان ممكن الميزان يتكسر، ولا يزن عند الله جناح بعوضة والله، لما يجي للشيخ يجدي على النعلات ويمرق العمة، فهمت؟ ويجدي على الحاجات كلها يمرق ويجي يحبل الشيخ، فهمت؟ ربنا قال لك الشيخ ده الضبانة ما بيخلقها، والضبانة كثيرة عليه. ربنا قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، ضبانة تجي ترك في أكل الشيخ ما بتستأذن منه، ولما تأكل بعد ما تنتهي ما بتديه بياض، أنت بتدي الشيخ بياض، ضبانة دي موحدة، دي من آيات الله، أنت بتلعب؟ عشان كده ربنا قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ربنا قال الضبانة كثير عليهم، ربنا قال الشيء الأكلات الضبانة من أكل الشيخ ذاته خليه يمرقوا منه، خليه يمرقوا منه. ربنا قال لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. القرآن العقيدة فوق واضحة والدين فوق واضح، لكن لما تمشي تسمع القصائد بتاعت الصوفية دي بتلقى إنها مخالفة للقرآن. يا تؤمن بكلام الله القرآن يا تؤمن بالقصائد بتاعت الصوفية، والله الذي لا إله غيره. مثلا أديك كتاب اسمه ليك سلام مني لعبد الرحيم البرعي، فيه رقم إيداع الكتاب فهمت، ومسجل موجود وطبعته دار الأسباط للإنتاج الفني والتوزيع، الرقم بتاعه 123 فيه خمسات جوه ما مذكر الآن أو 129 موجود الرقم بتاعهم فهمت، وبيجيبوها في إذاعة الكوثر بمناسبة العودة من عمرة رمضان، أهدي غنية ليك سلام مني للحبوبة بمجمينة وللخالة بالحجوز بالردمية، أها فيها شنو الغنية دي؟ قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم، ما جوا الناس ما فاهمين باللحن بنططوا ساي تنجزوا، لكن لما يفكر جوا ويتأمل في الكلام بيعرف إنه الكلام ده بيحبط له العمرة وبيحبط له رمضان، وده زول اتريض بالليل وجعب النهار ما عنده أي رمضان فهمت. قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. الكتاب ده الجاب منه البرعي البيت أو النسج عليه البيت، كتاب بتاع عبد المحمود نور الدايم قبره في طابت من الحصحيصة تمرق بشارع المحكمة بتاع الزلط، تمرق كده بتوديك طابت، اشتريناه من جوا المسجد ذاته جوا كبانية جوا. قال وكان الشيخ تد رحمه الله جليلا في عالم الأسرار، ودي أول مقلب الشيخ لو داري ورطك بيقول لك إنه طبعا الدين فوقه أسرار وفوقه علوم بتاعت ظاهر، علوم الظاهر دي لناس الشريعة، لناس الشريعة يعني أنا وإنت نصوم رمضان ده علم ظاهر، نصلي الصلوات الخمسة ده علم الظاهر، أما الشيوخ عندهم علم الباطن، وعلم الباطن ده يقول لك أنت ما بتقدر عليه ما بتستحمله. زي شنو علم الباطن؟ إنه الشيخ ما بصلي معاك بيصلي في مكة، يا زول ده يا تسير ده فهمت؟ ده كله لعب على الناس. القرآن ده واضح، ربنا رسله لجميع الناس، ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما ممكن يكون رحمة وسر ما بيبقى أصله، لازم الرحمة تكون منشورة، عشان كده ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي عليه الصلاة والسلام دس شيء من الدين، دس شيء من الدين، لو في سر مفروض يدوا له زول، مفروض يدوا له منه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده يقول لك عنده سر وعنده سر الفاتحة وده كله كذب، أو يغشه يقول لك طبعا الفاتحة دي عندها ظاهر وباطن، نحن عندنا صورة الفاتحة دي أي حاجة بتتعلق بالدين في صورة الفاتحة نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ، ولا ما بتشهدوا يا ناس؟ نشهد أن الرسول بلغ. أي زول يقول لك ده سر، ده زول على أقل أحواله أنه جاهل، ولو عارف ده كافر طوالي، لأنه ده اتهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الدين، فقال لك ده كان جليلا في عالم الأسرار. ومن كراماته أن امرأة من نسائه طلبت منه يوما، شكت له يوما وطلبت منه خادما تخدمها، قالت له دار لي خادم تخدمني في البيت وتساعدني، وده ما فيه حاجة، ده ما حرام. قال وألحت عليه في ذلك، قال فنادى واحد من الدراويش وقام شال معاه فاس وتوب. أنا دار أديك كلام بناقض القرآن واضح، مثال واحد بس. قال فقام شبيه وغابة ما عارفين وين، قام قطع عليه وعود قدر قامة الإنسان، قال ثم أمرني أن أغطي العود بالثوب. قلنا دار يعمل عملية صعبة جدا وقروش الشيخ الزمن داك ما عنده، لكن داير يجيب له خادم
داري يخلق له خادم وداري غتيه، لأنه هي طوالي حتطلع بالغة ما بجوز النظر لها، فجاب مكيسة جاهزة فهمت، ديليفري جاهز. فقال أمرني أن أغطيها بالتوب وبحيث أن أكون ساترا وأن أكون قريبا منه. قال ثم أخذ الشيخ سبحته وجعل يذكر الله بهمة عالية، ثم قال يا بخيتة، كان جوا كان في شنو؟ في عود. قال يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة، انت بتعرف لك شجرة اسمها بخيتة؟ بنعرف في العود في مورينجا فهمت، في شجر كثير، لكن من الله خلقك لقيت لك شجرة اسمها بخيتة؟ قال فقالت نعم سيدي. العود القطعوه قال نعم سيدي. قال فبقت له خادم، قال فأخذتها من يدها إلى زوجتي فخدمتها زمانا ثم توفيت، ولك رضي الله عنه. طيب أنا عندي آية، أنا ما داير أصدق كلام البرعي ده، لكن بس في آيات كده أنا داير بس البرعي أو الصوفية يقوموا يشطبوها من المصحف يحكوها الطبعات الجاية ما يطبعوها فهمت، يقوموا يعملوا لها حاجة يعني، ورونا يسووا لها جنو. ربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من شنو؟ إخوانا الآية دي يمكن يكون جايبينها الوهابية، أنتم متأكدين الآية كده؟ ها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شنو؟ من شجر؟ من علق؟ صح؟ طيب الآية والقصة دي بتلاقى زول يقدر يلايق لي؟ ها؟ تقدر تلايق لي الآية مع دي؟ آية ثانية ربنا سبحانه وتعالى قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ سؤال للبرع والصوفية، من أي شيء خلقه؟ البرع قال من شجرة خلقه فقدره، وربنا قال من نطفة خلقه فقدره. ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن الإنسان من شنو؟ أنتم متأكدين من الآية؟ من نطفة ولا من شجرة؟ من نطفة. يعني كلام الله الغلط ولا كلام البرع غلط؟ طيب لو أنت اعتقدت أنه كلام البرع غلط يقول لك أنت وهابي، يقول لك أنت وهابي. يا أخواننا ده كلام الله، ده ما كلامنا نحن. من نطفة، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه شنو؟ سميعا بصيرا. ده شيء بسيط جدا من الكتب الموجودة وبوزعوها للناس. زول يقول لك يا أخ ما تتكلم في الناس، أنت ما فاهم ولا شنو؟ الكتب دي الناس ألفوها والقصائد عملوها. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.